الذي يريد أن يستقيم على طاعة الله حتى يأتيه الموت والله راض عنه لا يبالي بالناس هل هم معه أو عليه، ما دام أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تفكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. من هذا النوع من الناس الذي إذا رأى الناس استقام استقام، وإذا رأى الناس عوج والعياذ بالله عوج. ولكن وطنوا أنفسكم، يوطن العبد نفسه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما الذي يأمرني الله به فأفعل، وما الذي ينهاني الله عنه فأنتهي؟ شاء الناس أم أبوا، رضوا أم سخطوا؟ واعلم والله أنه ما سخر منك أحد إلا رفع الله درجته، وأنه ما استهزأ بك أحد إلا أعلى الله مقامك، وأنه ما انتقصك أحد إلا رفع الله بنقصته قدرك. لا تحسب أن التجارة مع الله خاسر، ولا تظن أنك إذا قلت ما يرضي الله أو عملت بما يرضي الله أنك تشقى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.